السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار التاسعة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، والبداية مع العناوين. جمعية مصارف البحرين تدعم تشجير السوق المركزي بأشجار الظل ضمن الحملة الوطنية للتشجير دمت خضراء. مجلس النفاعي يطلق بطولة فرجان المحرق لكرة القدم الأولى بمشاركة 16 فريقاً. وجامعة البحرين تحتفي بإنجازات المرأة البحرينية بمناسبة يوم المرأة البحرينية. أهلا بكم إلى تفاصيل التاسعة. نفذت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين مشروع تشجير السوق المركزي، وذلك من خلال زراعة أشجار الظل التي تسهم في تلطيف درجات الحرارة وتنقية الهواء من الملوثات البيئية، بما يعود بالفائدة على رواد السوق ومناخ البحرين بشكل عام. وتم خلال الفعالية شرح أهداف الحملة لجميع الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف المساهمة في التشجير والمواقع التي تم تنفيذها في مرحلة الحملة الأولى والنتائج الإيجابية المتحققة من تكثيف عمليات التشجير ومساهمتها في كبح الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، مما يعزز من جودة الهواء ويحافظ على الرقعة الخضراء في مملكة البحرين. جميلة من جمعية البحرين للمصارف للاحتفاء بيوم العالمي للمصرفيين، وبقوا أنهم يسوون احتفالهم بهذه الذكرى من خلال المساهمة في حملة دمتي خضراء. فالحمد لله رب العالمين، احنا اليوم موجودين معاكم في موقع السوق المركزي في مملكة البحرين، واللي بيئيا تم رصد أعلى درجات الحرارة في مملكة البحرين فيه، فبالتالي تم اختياره ليتم تشجيره إن شاء الله، على أساس أن الغرس اللي بيوضع اليوم بيساهم في تخفيف درجات الحرارة وتخفيف الآثار الناجمة عن الانبعاثات الكربونية، وإن شاء الله بيساهم في تحسين البيئة في هذه المنطقة. اليوم عندنا هذه الاحتفالية، احتفالية التشجير واحتفالية عيد البنوك. عندنا تاريخ ديسمبر، 5 ديسمبر هو عيد للبنوك العالمي وليس للبنوك البحرينية فقط، وكذلك بقرب احتفالنا إن شاء الله بالعيد الوطني للبحرين، وإن شاء الله يعني يكون هذا يعني بداية انطلاقة في موضوع التشجير وتثقيف الناس أهمية التشجير وأهمية الجرين أريا، المناطق الخضراء. دشنا كل من الدكتور محمد مبارك جمعة المدير العام لشؤون المدارس والشيخ زياد بن فيصل آل خليفة نائب الرئيس للشؤون الحكومية بشركة STC البحرين مبادرة أشجار من أجل الحياة، والتي تأتي كبرنامج وطني لتوفير 1000 شتلة يتم غرسها في مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، لتكون جزءا من عمليات التشجير التي تعمل مملكة البحرين على تنفيذها لزيادة الرقعة الخضراء والحفاظ على البيئة ونظافة الهواء، استجابة للحملة الوطنية دمت خضراء التي انطلقت برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. ضمن الفعاليات المصاحبة لملتقى الملك القائد الإنسان، أجريت بنادي لبستين الرياضي قرعة بطولة فرجان المحرق لكرة القدم الأولى، والذي ينظمه مجلس النفاعي سنويا، وشملت القرعة مشاركة 16 فريقا شبابي من مختلف الفرجان المحرقية العريقة ورياضيين كبار، كما شارك في الصحب عدد من الشخصيات البرلمانية والمجتمعية والرياضية المعروفة، وتم توزيع الفرق المشاركة على
8 مجموعات ستبدأ التنافس لنيل الكأس بدءا من يوم السبت المقبل وحتى 11 من الشهر الحالي. وقال سعادة النائب إبراهيم النفيعي إن تركيز البطولة على فرجان المحرق جاء لما تليه من مكانة عزيزة لدى أهالي المحرق والبحرين. التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة يبدأ التحضيرات لتنظيم بطولة العيد الوطني المجيد للقدرة. أثنت الدكتورة جواهر شاهين المضحكي رئيسة جامعة البحرين على الإنجازات التي حققتها المرأة البحرينية خلال 20 سنة الماضية للمجلس الأعلى للمرأة، وذلك خلال احتفال أقامته جامعة البحرين بمناسبة يوم المرأة البحرينية. وقالت الدكتورة المضحكي إن المجلس الأعلى للمرأة عمل على تحفيز المرأة لإطلاق إمكانياتها والإعراب عن قدراتها الحقيقية في واحدة من المبادرات الوطنية المعززة للمساواة بين الجنسين وإدماج المرأة في جميع القطاعات، موضحة أن المرأة دخلت في سلك القضاء وتعزز وجودها في قطاع التعليم وبرزت بصورة أكبر في مجالس إدارات الشركات وتبوأت المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص، وبقيت أرقام النساء أكثر حضورا في الكثير من القطاعات خصوصا في التعليم الجامعي. نظمت مدارس الإيمان قسم البنات لقاء علميا استضاف لجانا استشارية تضمنت نخبة من الاختصاصيين والأكاديميين في مجالي الاستدامة والذكاء حول موضوع المباني المستدامة والذكية ضمن مشروع ستيم الرائد لتحقيق التنمية المستدامة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. ضمن منظومة تعليمية تكاملية تدمج بين 5 مجالات تعددت بين العلوم والحاسوب والفنون والهندسة والرياضيات، نظمت مدارس الإيمان قسم البنات لقاء علميا استضاف لجانا استشارية تضمنت نخبة من الاختصاصيين والأكاديميين في مجالي الاستدامة والذكاء حول موضوع المباني المستدامة والذكية ضمن مشروع ستيم الرائد لتحقيق التنمية المستدامة. هذه الحضور لهذه اللجان الاستشارية يدل على كفاءة الشراكة المجتمعية المحلية اللي تتميز بها مؤسسات البحرين سواء الحكومية والخاصة، ودعمهم للعملية التربوية والتعليمية سواء لمدارس البحرين عامة ومدارس الإيمان خاصة. برنامج ستيم يجمع مجموعة من المهارات، حل المشاكل، التفكير الخلاق، التفكير خارج الصندوق، التفكير الإبداعي من أجل فكرة عمل مشروع يحل مشكلة معينة. هذه المشروع هذا بالتحديد مشروع جدا جدا رائع، يعمل على حل كثير من المشاكل. في بدايته يعمل على صقل مواهب الطالبات. قامت طالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية منذ بداية العام الدراسي بوضع حلول مبتكرة لمشكلة المباني التقليدية وتأثيرها السلبي على البيئة والاقتصاد، مع ربط الحلول بالجانب التقني والتي تعد من أبرز أهداف التنمية المستدامة. وتأتي الاستشارات ضمن سلسلة خطوات تعرف بخطوات التصميم الهندسي. وفرت مدرسة الإيمان مشروع لتنمية مهاراتنا العلمية ومهاراتنا القيادية والشخصية، وفرت مشروع منحنى ستيم الذي وفي كل عام يطرح فكرة معينة للحفاظ على البيئة. في هذا العام قد وفرت لنا بند الحفاظ على بناء
منازل جديدة مستدامة وذكية في نفس الوقت للحفاظ على هذه البيئة وتطويرها أكثر. شارك في هذا اللقاء 20 استشارياً من 13 جهة حكومية وخاصة، ويأتي بالتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المحلي بعد سلسلة من اللقاءات والزيارات والاجتماعات التي نفذتها إدارة المدرسة والفريق القائم على تطبيق المشروع من أجل الاستفادة من الخبرات الخارجية لإثراء حلول الطالبات. أقامت جمعية الخلدية الشبابية حفل تكريم النساء المتميزات بمناسبة يوم المرأة البحرينية، وذلك تحت رعاية السيد أحمد الحاكي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. هذا وقد تم خلال الحفل عرض فيديو قصير عن حفل التكريم، بالإضافة إلى إلقاء قصيدة شعرية للدكتور هنادي الجودر وتكريم 10 نساء بحرينيات متميزات في مجالات متنوعة. تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، بدأ الاتحاد الملكي التحضيرات لتنظيم بطولة العيد الوطني المجيد للقدرة يومي الجمعة والسبت، حيث سيقام سباقي 100 و120 كيلو دولي وسباقي 40 و80 كيلو تأهيلي محلي. ودخلت الاسطبلات المحلية مراحلها الأخيرة في التجهيز لسباقات العيد الوطني، حيث يواصل اسطبل الشوامخ تحضيراته للمشاركة في السباقات. الحمد لله رب العالمين، عندنا كان فرسان جداد وأهلناهم، وطبعا ثمار طبعا واد شيء جيد، يعني نتأهلين الرايدرية الجداد اللي عندك حتى بعد اللي قبل بسنة. الحمد لله رب العالمين، سباقاتنا في العيد الوطني بعد هم عندنا تأهيلات، عندنا 100 كيلو ونستار، عندنا 80 كيلو، عندنا 40 كيلو، فمو بداشين حق المنافسة. عندنا إن شاء الله شهر 1 بطولة الشيخ خالد بإذن الله، إن شاء الله نتمنى نحقق فيها مراكز حلوة. طبعا المدرب سمو الشيخ ناصر فخيل ما شاء الله عليهم، مبينين من بداية شهر 10 بداية الموسم إن خيل قوية وخيل جاهزة، طبعا ما له منافس. نطمح أن نكمل التأهيلات 80 و100 إن شاء الله نكملهم ونتوفق فيهم، وكل التوفيق حق كل أفرقة ولنا إن شاء الله. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. نهاية أخبار 9، ولمزيد من الأخبار والمستجدات يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهر على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقي برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.